شنت طائرات التحالف العربية اليوم الثلاثاء غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي في مارب والجوف والبيضاء، أسفرت عن إلحاق خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية في وقت دمرت قوات الجيش عددا من الآليات الحوثية بمحافظة الجوف شرق البلاد. واستهدفت الغارات مواقع ميليشيات الحوثي في صرواح وجبال اللوز ومفرق الجوف، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي في مواقع الثعلب والعليب بمديرية القرشية قيفة بمحافظة البيضاء. وكانت جبهة قانية بالبيضاء شهدت أمس معارك وصفت بالضارية، تمكنت خلالها قوات الجيش مسنودة برجال القبائل من إبادة كتيبة المختار أكثر الكثائب الحوثية تدريبا، وذلك بعد محاصرة عناصرها في أحد الأودية في منطقة الحجلة بذات الجبهة.